جمعة مباركة على حضراتكم، وخلونا نتابع دلوقتي أخبار الطقس بالتفصيل. النهاردة هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس هيكون شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء. كمان النهاردة في نشاط للرياح في بعض المناطق وشبورة مائية صبح بدري على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنين عن حاله الطقس النهارده، وخصوصا ان احنا بقالنا كذا يوم بنتعرض لدرجات حراره اعلى شويه من اللي قبل كده، فهل موجه الحر دي مكمله معانا شويه ولا خلاص هتبتدي تنتهي وتنحصر؟ بالفعل احنا مستمرين في ارتفاع في درجات الحراره. يمكن احنا بدانا من الاربع الماضي ارتفاع في درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه. ارتفاع درجات الحراره ده درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بقيم كثيره. يمكن بالامس كان ذروه ارتفاع درجات الحراره وسجلنا عظمى على القاهره الكبرى 41 درجه مئويه بارتفاع 6 درجات او ازيد عن المعدلات الطبيعيه، وده بسبب تاثر البلاد بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه ومناطق اخرى من الصحراء الغربيه. الكتل الهوائيه الصحراويه دي هي كتل هوائيه شديده الحراره مرتفعه بشكل كبير في درجات حرارتها، فبالتالي بتؤدي لارتفاع درجات الحراره، بالاضافه كمان في طبقات الجو العليا بيأثر علينا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده يعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، يعني ما فيش اي سحب بتبقى مؤثره على درجات الحراره، بالاضافه كمان بيحبس الرطوبه والملوثات في طبقه قريبه من سطح الارض ويساعد على ارتفاع درجات الحراره. بنأكد ان كانت ذروه ارتفاع درجات الحراره بامس الخميس واليوم كمان، يعني اليوم من ضمن ذروه الارتفاعات ومن ضمن الايام اللي بنسجل فيها درجات حراره مرتفعه بشكل كبير، لان متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى في الظل ما بين 38 ل 39 درجه مئويه. المناطق اللي موجوده في جنوب الصعيد الاقصر واسوان بتسجل درجات حراره 46 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء خلال فتره النهار نقدر نوصفها ونقول عليها شديده الحراره جافه خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وكمان سواحلنا الشماليه الشرقيه. يمكن بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه تلاحظ تحسن بسيط او طفيف في الاحوال الجويه عن امس، لان بالامس سجلنا عظمى على الاسكندريه ومطروح ما بين 36 و37، اليوم متوقع ان هي تكون 33 درجه مئويه، فالاجواء في سواحلنا الشماليه الغربيه هتكون اجواء حاره فتره النهار في معظم المحافظات الموجوده في سواحلنا الشماليه الغربيه. ناكد ان معظم الكتل الهوائيه زي ما بتقول كتل هوائيه جنوبيه صحراويه، نسب الرطوبه فيها منخفضه بالشكل الكبير عن الايام الماضيه، وده اللي بيخلي ان درجات الحراره اللي احنا بنحسها هي درجات الحراره المسجله، يعني لو درجه الحراره 39 هنحسها 39 نتيجه انخفاض نسب الرطوبه. يعني نقدر نقول ان احنا ودعنا فتره الرطوبه العاليه اللي كنا بنتعرض لها طول الفتره اللي فاتت، صح كده؟ هو مش بالشكل الكبير، يعني خلال هذه الموجه نسب الرطوبه فيها منخفضه لانها كتل هوائيه جنوبيه من مناطق صحراويه، لكن مع يعني انتهاء ارتفاع درجات الحراره وتحول الكتل الهوائيه لكتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط هترجع تاني الرطوبه تبقى موجوده لكن بنسب مختلفه بسبب وجود توزيعات ضغطيه تساعد ان نسب الرطوبه تبقى اقل. يعني لو مؤثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا هيبدا يوزع الرطوبه في عمود الهواء واشوفها في صوره سحب، فبالتالي مش هحس بيها زي الايام في فصل الصيف. يعني ممكن نقول ان احنا هنودع الرطوبه اللي احنا كنا بنحسها في موجات ارتفاع درجات الحراره بشكل كبير في فصل الصيف في شهر 7 وشهر 8. فترات الليل كمان مع غياب اشعه الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، لكن في ذروه الارتفاعات درجات الحراره فتره الليل مرتفعه بشكل كبير، فعشان كده فتره الليل احنا بنحس ان درجات الحراره الصغرى ارتفعت عن الايام الماضيه والاجواء فيها اجواء مائله للحراره في معظم محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان ما زالت السبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر.
مع فترات المساء وساعات الليل هنبدأ نلاحظ تدريجيا وجود نشاط نسبي للرياح يقلل احساس بوجود نسب رطوبه موجوده في الجو، وكمان يخلينا نحس ان درجات الحراره بقت اكثر لطفا من الايام الماضيه، وده متوقع نشوفه ان شاء الله خلال الليالي اللي جايه. كمان مع غدا ان شاء الله السبت نبدا نشعر بتحسن نسبي في الاحوال الجويه عن الجمعه او الخميس، يعني درجات الحراره تنكسر او ارتفاع درجات الحراره يكون اقل حده، لان متوقع ان العظمى على القاهره الكبرى تكون 36 درجه مئويه، هي طبعا ما زالت اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 3 درجات، لكن طبعا اقل حده من ذروه الارتفاعات، وده متوقع ان هو يكمل معانا على مدار الاسبوع القادم ان شاء الله. ومع نهايات الاسبوع نبدا نحس بتحسن في الاحوال الجويه بشكل كبير، منخفض جوي في طبقات الجو العليا. طيب. وفرص امطار ان شاء الله نحس باجواء اشبه بالاجواء الخريفيه، لكن مع نهايه الاسبوع المقبل ان شاء الله. طيب طمنين عن حركه الرياح النهارده، اخبارها ايه، وارتفاع الامواج سواء على البحر الابيض المتوسط او البحر الاحمر اخبارها ايه، واعمال التنزه او الاعمال العاديه ممكن الناس تشتغل فيها النهارده، ولا في مشكله برضه ممكن نتعرض لها؟ نشاط رياحي الموجود اليوم موجود في بعض المحافظات، هو نشاط نسبي مش مرتفع بالشكل الكبير، يقلل بعض الشيء احساسي بارتفاع درجات الحراره ويحسن الاجواء خاصه فترات المساء وساعات الليل، مفيش منه تاثير تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وده بدوره بيؤدي لاعتدال حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، يعني البحر الاحمر والبحر المتوسط ارتفاع الامواج مناسب لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير، لكن ناكد ان احنا لازم ناخد بالنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات الظهيره في اي منطقه من مناطق الجمهوريه بقدر الامكان من الساعه 12 او 11 الظهر لحد الساعه 3 4 العصر، يعني تجنب اشعه الشمس المباشره، لان دي الفتره اللي بنسجل فيها درجه الحراره العظمى وذروه الارتفاعات، شدة الإشعاع الشمس بتبقى عالية اللي بتوصل للأرض، فبقدر الإمكان لو أنا في الشارع يكون معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، عدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، ونتناول طبعا قدر كبير من المركبات للسوائل وأهمهم المية، وبنأكد تاني إن احنا في فترة انتقالية بيحصل فيها تقلبات جوية حادة وسريعة وتغير كبير في خرائط الطقس من يوم للتاني، وهنلاحظ التغير في درجات الحرارة من يوم للتاني، فمهم جدا المتابعة اليومية للنشرات الجوية. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 38 والصغرى 26، العاصمة الإدارية 38 27، اسكندرية 33 27، العلمين الجديدة 32 26، مطروح 32 25، دمياط 39 27، بورسعيد 38 27، إسماعيلية 40 27. السويس العظمى فيها 40 والصغرى 26، العريش 36 26، كاترين 32 18، وطابة 28 36 28، حلايب 37 29، شلاتين 41 30، شرم الشيخ 43 31، الغردقة 43 30، الفيوم 39 25، بني سويف 39 25، الوادي الجديد 45 25، أسيوط 42 24، سوهاج 43 27، قنا 43 27، الأقصر 45 28، وأخيرا أسوان العظمى فيها 46 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لباسانت وشازلين نكمل معاهم باقي فقرات. شكرا ليك يا لميا.